تحية كتير كبيرة مني ومن كل مشاهدينا في نورمينا وفريق عمل نورمينا لزهراب. بنقدر هذه المشاعر الطيبة اللي كانت موجودة وكانت تجمعك بجلالة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه. قديش زهراب كنت قريب من جلالة الملك، وقديش كنت تعرف تفاصيل يعني أكتر، يعني مش قادرة أعبر أنا التفاصيل، شخصية جلالة الملك الله يرحمه قديش كنت قريب منه وتفاصيله. كيف كان شعورك؟ يعني مش صعب الواحد يعرف الملك حسين، لأنه طبعا كان زي اللي هيك، ما في أسهل من شخصيته، نعم عرفتي؟ وأنا محظوظ كنت إنه شخصيته كان سهل إنك تصوريه، فالناس بيقولوا شو صوره حلوين وإشي، مزبوط فمن حظي كمان إنه هو كمان بسهل، اوكي مش بس يعني شطار التصوير. ليالي الشمال الحزيني، ليالي الشمال الحزيني، ضل يذكريني. خليهم يوقفوها، خليهم يوقفوها. لا لا، ويسأل علي حبيبي، ليالي الشمال الحزيني يا حبيبي. أنا عصفوري تفتحك، أهلي نكروني للشمس ونكرها يا حبيبي. أنا عصفوري تفتحك، أهلي نكروني للشمس ونكرها. يا زفر التراب لصامك ينتهي مع المسافات. هذه الأغنية اللي كان يحبها جلالة المغفور له، وإحنا أسفين اللي حطينا لك إياها. أنت مش عارفين، إحنا بدنا نعرف، إحنا بدنا نعرف. يعني بالطيارة بس يحط فيروز ونقعد نغني، شو وهي هي هي الكلمات بجرح من مكان. مزبوط، هاي الكلمات تجرح من مكان، واحنا احنا حابين تكون يعني مبسوط، احنا بدنا اياك تكون مبسوط معنا. بس شو المفاجأة اللي خلت فيروز تبكي من جلالة الملك؟ تفضل اشرب مي. احنا اسفين بس يعني هاي جبتوني تهلكوني. لا والله، احنا من حبنا لجلالة الملك المغفور له، انت كنت اقرب انسان على جلالة الملك، فانت اللي حتكون بيننا وبينه، يعني اخباره احنا بنحبه فبدنا نعرف كل شيء عنه. انا شفتك انت كمان دمعت. انا طبعا دمعت، لانه بالنسبة يعني انت قدرت تحكي، انا ما بقدرش، مش قادر احكي. عم نعمل هلأ اكبر تنسيق زهور بالعالم، سمعت فيها؟ بده يكون هاي هديه من الشعب الاردني للملك عبد الله. الله ما احلى، مشان نثبت للعالم كله انه احنا نعم شعب متحضر. مزبوط، شعب ما عندناش احجار. لا، الاحجار مش للمتحضرين. عرفتي؟ احنا بنحب الهاشميين والملك عبد الله على راسنا. طبعا طبعا، واحنا بدنا نقدم له زهور. طبعا، والله يطول عمرهم. اللهم شكرا امين إليك. اللهم امين. شكرا كثير لوجودك معي زهراب على شاشة نورمينا. شكرا.